تتكون إذا جلد. من أجل النهوض بالواقع الصحي في إقليم كردستان، أقيمت في زاخو دورة تدريبية عامة للكوادر الصحية، وذلك بإشراف من مديرية صحة دهوك وبالتنسيق مع صحة زاخو وبدعم من منظمات دولية، والتي تسعى لرفع كفاءة العاملين ضمن المؤسسات الصحية. هذه الدورة دورة تطويرية للكوادر التمريضية شاملة لتغطية كل الممرضين في كل منطقة دهوك، اللي منها هي زاخو. شملنا بها 3 مستشفيات، مستشفى الطوارئ ومستشفى العام ومستشفى النسائية. كل مرة 4 أيام بالأسبوع نجي هنا بزاخو. تناولت الدورة مواضيع صحية مختلفة، منها الإسعافات الأولية والتدريبات على الإسعاف الحروقي والكسوري، إضافة إلى كيفية مواجهة جائحة كورونا. مهنة التمريض هي مهنة أخرى تحتاج إلى تطور وتقدم بصورة مستمرة، وهناك يعني أشياء جديدة تظهر في العلم ومن الناحية الطبية أيضا لإطلاع الكادر التمريضي على آخر التطورات في المهن الصحية وتدريبهم على ذلك. فقامت منظمة صحة يعني صحة زاخو بالتعاون مع منظمة جي آي زيت الألمانية بترتيب هذه الدورة. أحد يعني الأشياء التي من أجلها تمت هذه الدورة، لأن هناك فيروسات جديدة تظهر يوميا، يعني هناك أمراض أخرى يعني متطورة، يعني فيروسات تتطور مثل كما يعني جميع الأشياء الأخرى تتطور. الجهود التي تعمل بها هذه الدورات هي لزيادة الخبرات الكوادر الصحية ودعمهم ورفدهم بمهارات أساسية جديدة للعمل عليها في المستقبل. نجلة السندي، زاكروس تي في، زاخو.